وخالص وهو المطلوب. رشاد بيك، خبرته لخليل بموعد الاجتماع؟ خبرته وقال جاي على الموعد، وزينب خانو كمان جاي. ممتاز، وأنا رح أحضر معكم. كتير منيح، يعطيك العافية. الله يعافيك، مع السلامة. يرنا، مو معقول تعي؟ فوتي، ما عم صدق عيوني. ميرنا، ميرنا، شو هاد؟ مين عمل هيك؟ مين برأيك؟ ميرنا، ميرنا، شو صار؟ مين ضربك؟ ما فيني شي. أبوك ضربك، تأخرت بسببي. أكيد بسببي خليل. جبت لك المصاري. رح أترك البيت. يا عمري، لا تحاول تقنعني إني أرجع على البيت. هذا قراري النهائي. الموت أحسن من هالعيشة. ما بقى أقدر أتحمل. خلص، بكرة حبيبتي بنحكي. بشو بدنا نحكي؟ مو شايف حالتي؟ رح أحميكي، وعد. لا أبوكي ولا غيره بقى يأذوكي. وحياتك. كنت رايح؟ ايه، عندي اجتماع بالشركة. اجتماع بهالوقت؟ انا ما قلت لك اني بدي اقلع زينب من الشركة؟ ليش مو قلعته وخلاص؟ ايه، تعي نقعد، تعي. الموضوع مو بهالسهولة. عندها حصص وعم حاول اشتريهم. المحامي ماشي بالإجراءات، مشان هيك قررنا انه لازم نجتمع الليلة. معناتها بدك تشوفها لزينب. ميرنا، ما هاد الاجتماع مشانها. طيب ماشي، بمجرد ما يخلص الاجتماع تطلع زينب من الشركة ومن حياتنا كمان. إن شاء الله. الاجتماع شي ساعة، استنيني. ايه، مو بإيدي رح استنى. ما رح تخافي؟ ما بخاف. ليكي، قومي كلي، البراد مليان. تفرجي على التلفزيون، بس ارجع نسهر سوا. ماشي. بحبك ميرنا. وأنا بحبك. ما سمعت بنوب شو قلتي؟ بخاطرك. Thank you.
لي معه. مصطفى يلا. أمرك معلم. الله معك. Thank you.